تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. ايمن شوقي بيعطي درس في الاخلاق ودرس قاسي لفرح علي الزملكاويه اللي ما وراهاش غير النادي الاهلي، والتلقيح بالكلام على النادي الاهلي والتنبيط على النادي الاهلي، وكمان اتكلم على الحكام واحتواء الحكام للفرق سواء في مقدمه الجدول او في مؤخره الجدول. ايمن شوقي اللي ما شافوش، طبعا في ناس كتير حديثة سن ما تعرفش ايمن شوقي، اللي ما شافش ايمن شوقي داخل الصندوق ما شافش كورة وما شافش اهداف. اكتب كده على اليوتيوب اهداف ايمن شوقي بس، واتمتع واتفرج عشان تعرف ايه قيمة ايمن شوقي الاسطورة التاريخ للنادي الاهلي. طبعا هو لاعب منضبط، لاعب محترم، لاعب اهلاوي للنخاع، ولكن اللي ما شافهوش خسر كتير قوي. طبعا هو كان في حقبة الثمانينات والتسعينات، والنادي الاهلي كان وقتها يعني في يعني انتعاشة هجومية، وكان من ضمن هجوم النادي الاهلي ومن ضمن رؤوس الحربة هو ايمن شوقي. ايمن شوقي اتكلم على فرح علي واداها درس قوي جدا جدا جدا، قال لها احترمي نفسك وخليكي حياديه، لانك فعلا ما بتفهميش شيء عن الاعلام وما بتفهميش شيء في الرياضه المصريه، وانت كنت في قناه الزمالك ومشيتي من قناه الزمالك رحتي اون، وبرضه نفس النهج ونفس الطريقه ونفس الاسلوب الوضيع على النادي الاهلي، وضرب الاخبار والافتكاسات اللي بتعملها علشان تغازل السوشيال ميديا وعشان تعمل نسب مشاهده. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف كابتن ايمن شوقي قال ايه الفرح علي، وتعالوا لي عشان في كلام مهم عايزين نقوله. بس ما تنساش حضرتك تدعمنا بلايك وشير للفيديو. لو اول مره تشوفني، اول مره تتابعني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف ايمن شوقي قال ايه ونرجع نكمل مع بعض، يلا بينا. او المسؤوله عن الحكام يكون ليهم دور في توعيه وتدريب الحكام امتى يستعملوا الفار، حتى دور الفار نفسه، حتى دور الفار نفسه. احنا شفنا لقطه كوميديه اليومين اللي فاتوا، شفنا لقطتين فيهم نوع من الكوميديا، ضربات جزاء او ركلات جزاء ما فيهاش حاجه، الحكم يروح يبص ويرجع يدي ركلة جزاء. لو فضل الموضوع كده من دلوقتي هيأثر على نتيجة المباريات، وأكيد بالطبع هتأثر على المسابقة والتنافس سواء فوق أو الهروب من القاع من تحت. أنا اتكلمت بصفة يعني مش شخصية، صفتي مشجع بتفرج على ماتشات، وبصفتي منتمي للنادي الأهلي. خلصنا الموضوع ده، نروح بقى لنقطة تانية سريعا. الحقيقة الفترة اللي فاتت في بعض المذيعين تشعر كده انهم ايه، بيفضلوا انتمائهم لنادي معين او مصلحتهم، وخليني اكون ادق يعني، على اي حاجة تانية. مذيعة من ضمن المذيعات حزينة وكئيبة ومش سعيدة ابدا بالنادي الاهلي، ولما بيكسب النادي الاهلي بيبان، حتى بيبان الحزن والكآبة على وشها. ده رأيك، اللي انت عايزه تقوليه قوليه، لكن بلاش تأليف بقى عشان تحاولي تهزي استقرار النادي الاهلي. اولا محدش هيسمعك، انت اصلا اسم مش على مسمى خالص. اخر ابداعاتها المذيعه الكئيبه ان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بيحاول ينهي الخلاف بين لجنة التخطيط ومستر بيتسو موسيماني حول مصير بدري. هي جابت الكلام من ده منين؟ انا عايز اعرف. ده هي اصلا ما تعرفش بدري بيلعب فين دلوقتي، يعني انت ما تعرفش هي تقصد ايه. هو اي كلام اثاره بلبله وخلاص؟ هو حد قال لك تقولي كده؟ هي اتحطت لك بس في السكريبت وخلاص، ولا انت بتقولي الكلام ده من دماغك؟ المهم يكون في كلمه خلاف في النادي الاهلي بس.
هي دايما بترفع شعار كلمة خلاف فقط. هي بصراحة ما تستحقش الرد، ما تستحقش الرد، لان بيبان عليها دايما اللي انا قلته لحضراتكم والوصف بتاعها مش هعيده تاني خلاص، لان مش هتاخد اكتر من حقها، انا مش عايز ادي اكتر من حقها، لان هي غير سعيدة وحزينة دايما وكئيبة دايما بانجازات النادي الاهلي. كانت بقى بتشتغل فين ودلوقتي بتشتغل فين ماليش دعوة بالكلام دوت، انما مازال نفس النهج والاسلوب اللي كانت شغاله بيه قبل كده هو اللي شغاله بيه برضو دلوقتي. ازاي انا معرفش، ولكن هي ماشيه على نفس النظام. قناه ثانيه كانت بتشتغل بنفس الاسلوب، وقناه جديده برضو بتشتغل بنفس الاسلوب، مش عارف ازاي سايبينها كده. لا ده طبعا مش صح، لانك لازم تحترمي القناه اللي انت شغاله فيها، قناه كبيره وقناه محترمه وكل اللي شغالين فيها ناس محترمه، لازم تبقي محترمة لانك شغالة في قناة محترمة، ولازم يكون في حيادية، لازم يكون في حيادية. مش بقول لحضرتك ان انت لما النادي الاهلي إيه؟ والله حضرتك دي انا مؤدب قوي صراحة. مش بقول لك خليكي فرحانة وسيدي بالنادي الاهلي، لا براحتك، لكن على الاقل تقولي الحقيقة وكمان اللي انت تعرفيه متأكدة منه، مش الكلام اللي مش عايز اقول كلمة تتاخد عليا، ولكن مش عايز اتكلم كلام مش كويس يتاخد عليا. لما تيجي تتكلمي اتكلمي كلام حقيقي، كلام واقعي، كلام منطقي، لان النادي الاهلي في نظام تاني خالص. كل واحد بيقول وجهة نظره في النادي الاهلي، ولكن في الحتة اللي هو بيفهم فيها، في اختصاصاته، مفيش حد بيتدخل في اختصاص حد. ما تقوليش بقى ده الاهلي وخلاف في النادي الاهلي، لا 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 لا، احنا مش زي اندية تانية، مش زي انديه تانيه بيتفرض التشكيل على المدير الفني ولا بيتفرض لعيبه عليه. احنا اصلا اصول الصنعه والناس بتتعلم مننا، كل واحد وليه اختصاصاته. علشان ايه؟ عشان اجي اعرف احاسبه في النهايه. احنا بندعم المدير الفني، كل واحد ليه اخطاء وليه مميزات وليه عيوب، بس المدير الفني ما بيمثلش نفسه بس، هو بيمثل النادي الاهلي، فانا وراه، وخصوصا لما يكون ناجح بالارقام. طب ما في خلاف كتير جدا في انديه تانية، وتجديد عقود لعيبه، ولعيبه رافضه، ولعيبه مش عايزه تروح، ولعيبه مش عارف بتدي مواعيد وما بتجي. انت مش سعيده بده؟ والازمات اللي في مش عايزين نتكلم على اي حد، لكن لما تيجي تتكلمي عن النادي الاهلي تتكلمي باحترام، ما تتكلميش لانك ما بتفهميش. تتكلمي عن النادي الاهلي عشان الشهره، لان ما فيش غير الشهره، ما بتجيش غير على حساب النادي الاهلي بشائعات واخبار من فابريكا. لا كمان واحد عمل مداخله مع مهندس محمد عادل مشرف على كره مع المقاولين، بيساله ايه، احنا في شهر مارس، بدايه مارس، بيساله هو طاهر محمد طاهر راجع المقاولين دلوقتي؟ طب قولوا لي حضراتكم، ده سؤال؟ هو حضرتك مش بتشوف طاهر بيلعب مع النادي الاهلي سواء في الملعب او كبديل، ولا مش بيلعب، ولا هو فين؟ لكن الحقيقه المهندس محمد عادل رد عليه رد قوي، قال له انت ازاي بتسال عن لاعب اساسي في النادي الاهلي دلوقتي وليه دور في البطولات الفترة الأخيرة، وبيبدأ أساسي في معظم مباريات أو بينزل بديل، يعني مفيش كلام أصلا على رحيله، مفيش كلام دلوقتي، إيه الأسئلة دي؟ هو حضرتك مقدم برامج مش تعرف أي خلفيات عن السؤال اللي أنت بتقوله أو اللي أنت محضره أو الإعداد محضره لك، ولا أنت بتقول أي كلام وخلاص؟ ولا هو لازم يكون النادي الأهلي ولاعيبته يكونوا في جملة مفيدة وخلاص؟ أنا ما عنديش اعتراض أبدا إنك تتكلم عن النادي الأهلي وتنتقد عادي جدا، لكن بالحقائق، ولو سلبيات قول، ما احنا هنا بننتقد، لو فيها سلبيات لو فيها اخطاء بننتقد، لكن بنحكم المنطق والعقل في الكلام في كل حاجه بنقولها، لان في رساله للاعلام يبدو ان البعض او الكثير مفتقدينها، لازم حضرتك تكون فاهمها قبل ما تطلع تتكلم. خلينا برضو اتكلم على برضو احد المذيعين اتكلم عن مكالمة حصلت بين الكابتن سيد عبد الحفيظ وحسام حسن لاعب النادي الاهلي. مكالمة، حضراتكم بيتكلم على مكالمة وبيتكلم عن محتوى المكالمة دي. طب قولوا لي حضراتكم، هو عارف منين المكالمة اللي حصلت ديت ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن حسام حسن لاعب النادي الاهلي؟ جابها منين؟ انا عايز ما اما الكابتن سيد كلمه وده مش ممكن يحصل، يا اما حسام حسن هو اللي قاله وده برده مش ممكن يحصل. فحضرتك عرفت محتوى المكالمة منين؟ ده اللي أنا عايز أعرفه بس. هو أي كلام وخلاص؟ يعني هو أي كلام للتأثير على الناس وخلاص؟
لانك تجيب النادي الاهلي في جمله مفيده وخلاص، لانك تعمل بلبله وتثير الشائعات في النادي الاهلي وخلاص. طيب بعض المحللين كمان الزملاء الافاضل اللي انا بحترمهم بعد ماتش الاهلي وفاركو قالوا تحليل غريب قوي، قال لك ايه؟ ان تالق قفشه ومحمد شريف رد على موسيماني. طب نقف هنا بقى، هو موسيماني لو مش عايز يلعب شريف وقفشه مش هو المدير الفني؟ مين المدير الفني؟ مين المسؤول عن اللعيبه دي؟ مش موسيماني؟ مين المسؤول عن التشكيل؟ مين اللي بيلعب قفشه وشريف؟ ما هو لو ما عندوش ثقه فيهم مش هيلعبهم، هو لو ما عندوش ثقه فيهم مش هيلعبهم. رد ايه؟ انا عندي ثقه فيك فبلعبك. هو انا هلعبك كمدير فني على حساب النادي الاهلي؟ مش ممكن. انا كمدير فني النادي الاهلي طالما لعبتك يبقى انا عارف ان انت قد الثقه دي، قد الفانيلا دي، فانيلا الحمراء الغاليه العزيزه العظيمه. وبعدين قفشه، انت بتتكلم عن قفشه وشريف، بتتكلم عن اثنين نجوم في الاهلي ومنتخب مصر، شئت ام ابيت. لو حضرتك ليك هدف من التحليل ده لهدم استقرار الاهلي ويكون في فتنه بين اللعيبه والجهاز مش هيحصل، لان الاهلي غير. ايوه الاهلي غير، وهفضل اقول الاهلي غير من هنا لحد يا عم ربنا بقى يفتكرني ان شاء الله. لكن زي ما قلت لكم النادي الاهلي غير فعلا، لان كل واحد عارف دوره، المسؤول مسؤول، المدرب مدرب، واللاعب لاعب. سريعا بقى نروح الماتش النهارده بين الاهلي ومريخ السوداني، مباراه زي ما حضراتكم سمعتوا بالظبط. طبعا هو ما قالش فرح بالاسم، بس خلاص كل الكلام بيقول انت عكس اسمك، يعني لما هي اسمها فرح، وطبعا فرح عليها في اون تايم نفس النهج. ممكن حضراتكم ما بتشوفوهاش لانها بتيجي برنامج صباحي، فحضراتكم ما بتشوفوهاش، بس انا بتابع الفيديوهات بتاعتها، يعني ما برضاش اعلق عليها لان يعني خلاص هي مشت من نادي الزمالك، نسب مشاهدتها قلت غير الاول، يعني كان على نادي الزمالك على قناه الزمالك نسب مشاهدتها اعلى من قناه اون تايم، حتى الفتره الزمنيه كانت بتيجي الساعه 6 إيه، لكن في اون بتيجي بالنهار تقريبا الساعه 10 او 11 الصبح. ففرح علي بتطلع بتضرب اخبار بتقول لك ان في لجنه التخطيط للنادي الاهلي في صدام بينها ما بين موسيماني بخصوص بادجي. هو فعلا لجنه التخطيط متابعه المحترفين بتوعنا وقالوا لموسيماني يا موسيماني احنا بنعرض عليك 1 2 3، بس ملهاش دعوه لجنه التخطيط ما بتتدخلش في قرارات المدير الفني. والدليل على كده لما قال كهربا يمشي على الرغم انه غلط مشي، لما قال ناصر ماهر يمشي وده غلط برضه مشي، لما قال عجايه يمشي وده غلط برضه ومشي، ولما قال انا مش محتاج احمد ياسر ريان وده غلط برضه ومشي. اذا كل دي دلائل وقرائن ان لجنه التخطيط ما بتدخلش في صدامات مع موسيماني، ولا كابتن خطيب بيدخل مع صدامات مع موسيماني. وزي ما قال الكابتن ايمن شوقي، لكل واحد دور في النادي الاهلي، رئيس النادي الاهلي بيبقى رئيس النادي الاهلي، المدير الفني مدير فني، اللاعب لاعب، كل واحد له دور بيمشي بدوره وبينفذ دوره على اكمل وجه. واخر الموسم تعالى لي انت عملت ايه؟ ايه الحاجات اللي انت نجحت فيها والحاجات اللي انت فشلت فيها، ويبتدي في تقييم للمدرب. ما عندناش احنا الصدمات، وزي ما الراجل قال ما عنديش انا تشكيل فني، تشكيل فريق يروح للمدير الفني يقول له خد نزل ده وشيل ده وحط ده، ولما كان يكلم قال ايمن عبد العزيز يا ايمن شيل فلان وحط فلان، العب باتنين ارتكاز، حط اتنين روس حربة، رجع مش عارف مين ورا، اعمل التغيير الفلاني. لا ما عندناش احنا الكلام ده، احنا قاعدين في مش قاعدين في سويقه زي ما كان مرتضى منصور بيعمل مع فريق الزمالك ولغايه دلوقتي هو اللي بيتدخل. هو انتوا فاكرين كارتيرون مش عشان الفلوس؟ كارتيرون لا، كارتيرون كان مرتضى منصور يقول له نزل ده وشيل ده وحط ده وهات ده وادي ده. لا ما فيش حد يرضى يبقى فيه مدير فني يرضى ان حد يملي عليه ويقول له اعمل كذا وما تعملش كذا. ده بخصوص فرح علي والكلام اللي هو قاله لفرح علي، والمذيع اللي بيقول طاهر محمد طاهر ومش محمد طاهر. طاهر لو خرج هيخرج اعاره، لو النادي الاهلي جدد له هيجدد له، حتى لو بيع، بس ما دام في ناس بتشارك وناس متواجده، سواء النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي سخط على اللاعب ده واللاعب ده متميز او ما بيحلفوش التوفيق، في النهايه هو متواجد في النادي الاهلي. ما تجيش تعمل يعني تصنع لنا مشكله من لا مشكله،
انت كاعلام زملكاوي او اعلام عايز تعمل فتنه او تعمل يعني زوبعه في اجواء النادي الاهلي وفي ما بين اللعيبه وما بين الجهاز الفني. اتكلم على الاحتواء والتحكيم، طبعا ده كان في احتواء، في على فكره هو كان يقصد ما يقصدش الزمالك، طبعا الزمالك قصده في حاجات، ولكن ما بيتكلمش على ضربتين الجزاء. ضربتين الجزاء مش ضربتين جزاء الزمالك، لا ضربتين جزاء الاسماعيلي. شفت ضربتين جزاء الوهم اللي هم ما فهمش اي حاجه، وراح للفار وتاكد ان هم ما فهمش حاجه، وبرضه حسبهم ضربه جزاء علشان نادي الاسماعيلي يخرج من كوبوته علشان ما يهبطش. انا كل خوفي ان الدوري ده يتلغي عشان خاطر الاسماعيلي ما يهبطش ويخافوا من الاسماعيلاويه، ده انا خايف من النقطه دي. لو النادي الاسماعيلي هبط يهبط ويشد حيله ويطلع تاني زي ما غزل المحله عمل، مش غزل المحله هبط وبعد كده طلع، المقاولين قصدي بتروجيت يهبط ويطلع، اي حد يهبط قادر انه يطلع تاني. فانا بقول بضم صوتي بصوت كابتن ايمن شوقي ان فعلا في احتواء من فوق ومن تحت، نحترم نفسنا كحكام ونخلي عندنا ضمير ونعرف ان في يوم من الايام ده شغل، ربنا هيسألني مش هيقول لي ده لعب، لا ربنا هيسأل انت عملت ايه؟ ليه عملت كده؟ ليه خالفت ضميرك؟ ليه بعت نفسك؟ ليه بعت دماغك؟ ليه ما حكمتش بالحق؟ اصل القاضي ده يعني في الملعب بيمثل دور العدالة، العدالة اللي هي سمة من سمات الله انه يبقى الانسان عادل في قراراته، فانت بتخل بميزان العدالة ده عليها يعني اجر عظيم ان انت تقدم العدالة وثواب، ولما بتعمل العكس لا ده اسم تتحاسب عليه في يوم القيامة. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو، لو اول مرة تشوفني اول مرة تتابعني اول مرة تخش قناتي تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الاهلاوية على اليوتيوب. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة، كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.